السلام عليكم ومرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناة إني تي في. فيديو جديد معلومة أكيدة بحول الله تعالى. الفيديو ديال اليوم غادي نبارطاجي معكم الروتين اللي كنعتمدو في نهاية الأسبوع. يعني ما غاديش نقول لكم لا أنا كل نهاية الأسبوع كنعتمد هذا، ولكن هو نبدأ عن بعض المرات اللي كنعتمدها، يعني حيت هو المرة كيكون الواحد يا إما خارج يا إما هذه، يعني ما يمكنش ليه يدير كله. هذاك الشيء علاش اعتمدت واحد الوصفات اللي هما يا بسيطين جدا و أو ميم طون حيدو بهم العكز وندوزو على بركة الله. دونك ملي كنقول حاجة طبيعية هو أنني أنا التجأت للصابون ديال ليدانيس، يعني حليب الحمارة، وهذاك هذا دايرينو بفلوكون دافوان، فريمون زوين 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 البنات. هما مختصين خاصه للناس ديال الاصحاب البشره الحساسه، الناس اللي عندهم كتكون عندهم البشره فيها مشاكل بزاف، كيكون مثلا فيهم ليكزيما ولا هكا، خاصه في فصل الشتاء وداك الشتاء ما نعتمدو الزوون. وهذا عندي هذا ديال الفلوكون، عندي واحد ديال الزيت الزيتون باقي داك ما بديتوش، ولكن هذا فريمون غزال 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 بزاف. غادي نغسل به هويا، نغسل به الوجه ديالي بطبيعه الحال، ومن بعد قبل ما نطبق القماش غادي ندوز واحد تونر باش يدير ليا فريمون يعاون لي المسام ديالو داكشي. وتونر اللي هو للاصحاب البشره ديال الحبوب، هو فيه ملعقه صغيره ديال خل التفاح، والباقي هو ماء معدني. دونك هذا نخلطو مزيان، غادي نمسح به الوجه ديالي، عاد غادي ندوز المقشر. ندوزو من بعد نشوفو شنو هما المقشر اللي غادي نستعمل، شنو هو الماسك اللي غادي نعتمدو، وكذلك عندنا وصفه ديال الشامبوان الطبيعي. وي شامبوان طبيعي اللي غادي نصوبو في الدار وغادي تعتمدو فريمون، وواحد التبريمه حصريا اللي غادي تشوفوها هنايا عندي في القناه. غادي نشوفو هادشي على حده، ندوزو على بركه الله ونبداو نضيف ديال البشره ديالنا قبل ما ندوزو للحمام. بالنسبه للاقتراح ديال المقشر غادي نحتاجو ملعقه ديال القهوه، غادي نضيفو ليها نصف ملعقه صغيره ديال بيكربونات الصودا، ولكن ما نزيدوش بزاف، نديروها فقط مرتين في العام. نزيدو عليها زيت الزيتون، ملعقه صغيره من عصير الحامض، وثلاث قطرات من زيت شجره الشاي بالنسبه للناس اللي عندهم البشره ذات حبوب. بيكربونات الصودا كنأكد ان المقشر نعتمدوه مره في الاسبوع، ولكن بكربونات الصودا نعتمدوها مرتين فقط في العام في السنه، يعني ما نزيدوش. كنخلطو كنخليوه يرتاح واحد شويه، عاد كنطبقو على الوجه ديالنا على البشره ديالنا بواحد الحركات اللي غادي تكون دائريه خفيفه بالزربه جدا جدا جدا. ندوزو على الشفاه ديالنا على العنق كذلك وداكشي. وفي الاثناء اللي غادي نكون انا مخليه المقشر ديالي يعني ما غسلوش التسويس، غادي نخلي واحد 10 دقائق، غادي نمشي من بعد وغادي نحضر جميع واحد الشامبوان اللي هو طبيعي اللي غادي نعتمدو في الروتين الاسبوعي ديالتي. بالنسبه للشامبوان غادي نحتاجو ملعقه ديال الخزامه صغيره بطبيعه الحال، ملعقه صغيره ديال الازير، غادي نكبو عليهم ماء سخن، غادي نخليوه يرتاح حتى يتلقى على خاطرو. انا هنا اللي داق الوقت يعني ما خليتوش بزاف، ولكن هو نورمالمون نخلو حتى نقدر نخلو حتى نهار كامل عادي ما فاتش حاجه، غادي نستافدو منه اكثر. غادي ناخذ واحد القنينه، يعني انا هنايا خدت قنينه ديال الزجاج، الا كانت عندكم شي حاجه اخرى ولا كاس. غادي نديرو ملعقه صغيره من بودره السدر اوراق السدر، غادي نضيفو ليها ملعقه ديال الالويفيرا، هو واحد الشامبون اللي هو غزال للناس غادي تعتمدوه فريمون، كيعطي الحيويه وكيساعد في منع تساقط ديال الشعر وكذلك تقويه ديال البصيلات ديال الشعر. كنخلطوه هنايا، نخلطوه جيدا جيدا جيدا، نعتمدوا هاد الشامبون مرتين في الاسبوع، يعني واحد النتيجه ولا اروع. شوفوا ملي كنخلطوه المهم كيف كتشوفوا بانه فريمون كيدير لينا ديك الروه اللي حنا محتاجينها، ولا موس هو الشامبوان ديالنا جاهز. كنستعملوه على واحد الشعر اللي يكون مبلل قليلا جدا جدا، كنحاولوا باننا نخلو انا كندورو على جوج المراحل، كندورو في المرحله الاولى اللي كنكون باقي ما تخرجش ندوش فيها، كندوزو على الشعر ديالي كامل، ومن بعد عاد ملي كنوجد راسي وهكا وندخل ندوش وكنعوم به عادي بحال راه كندير شامبوان عادي اللي كنغسلو به دائما. هاد المرحله كتكون باقي هذيك الساعه ملي كنخلي في الشعر ديالي هي الوقت اللي غادي ندوز فيه التبريمه ديال الجسم ديالي، وغادي نحك وكلشي
ومن بعد عاد نغسل الشعر ديالي. ملي كنهضروا على التبريمه غادي نوجدوا سريع عندنا الصابون ونوجدوا واحد اللي غادي ندير به واحد التبرمه اللي هي غزاله غزاله واعره بزاف، ومعها ملعقه ديال الحنه، ملعقه صغيره ديال الكركم الخرقوم البلدي، غادي نزيدوا عليه ملعقه صغيره ديال الريحان، غادي نزيدوا عليها واحد الخليط اللي انا موجده دائما عندي هنا، القهوه هي هذيك القهوه حبوب مع الورد مطحون ومع البابونج، هادو دائما انا كنخلطهم هكا كيكونوا مجموعين. دونك هادو غادي ندير منهم، غادي نضيفهم للخليط ديالتي اللي هو غادي تكون واحد التبريمه اللي هي غزاله، لا من ناحيه الرائحه لا من ناحيه الفعاليه ديالها على الوسخات وداكشي كيخرجوا. يا سلام البنات، خاصه بانكم كديروها قبل من الحمام ماشي من وراء. دونك دير هكا وكت فريمون مع ديك الحركات الدائريه اللي كنديرهم كنقضيو على السيلوليت حتى هويا، وكنعطيو واحد التوحيد فعال للبشره ديال الجسم ديالنا. هنايا غادي نضيفوا القهوه العربيه البنات، يعني ما غاديش نديروا نسكافيه هكا كتسرع الذوبان، لا غادي ناخذوا جوج معالق ديال القهوه اللي تكون هي مطحونه ونديروها مع الماء ونخلوها تطبخ، وغادي ناخذوها وهي غادي نخلطوا بها هذه الخليطه ديالنا. رائحه ولا اروع، عندنا الميزات ديال الكافيين ديالنا اللي حنا عارفينه بانه كيقضي على السيلوليت، كيعاون في تنشيط الدوره الدمويه، كيساهم في تجديد وشباب البشره، يعني حنا غادي نستافدوا منه في هذه التبريمه اللي ديالنا اللي الرائحه يا سلام غزالين غادي تعتمدوها. هذه هي التبريمه اللي انا اعتمدتها في هذا الاسبوع ديالتي، كيف قلنا كاين مقشر اللي هو بالقهوه مع الشامبون الطبيعي مع هذه التبريمه، واللي غادي نخليكم انكم فريمون نتمنى بانكم تعتمدوه لانكم فريمون غادي تعجبكم بزاف بزاف بزاف. غادي ندوزو من بعد غادي نحضروا واحد الماسك اللي هو غادي يكون ماسك مغذي ومرطب، ساشون هو انه انا دائما الماسكات كنديرهم من ورا الحمام، يعني ما نديرش قبل من الحمام، كنديرهم من ورا الحمام باش يعطينا واحد النتيجه وفعاليه. الماسك ديالتي كيف كتشوفوا عندي ملعقه ديال العسل، نزيد عليها ملعقه ديال غبره اللوز، غادي نزيد عليها ملعقه صغيره ديال الزبادي يعني ياغورت طبيعي، نزيدو ملعقه ديال الالويفيرا، وغادي نخلطوا هاد العناصر كامله كامله كامله. انا نقص الالويفيرا ولكن راه كاينه الالويفيرا البنات، دونك نخلطوا العناصر كامله جيدا جيدا جيدا. غادي نحتفظوا بالماسك ديالنا في الثلاجه، يعني يكون واجد ان فوا نخرج من الحمام نطبقوا على البشره ديالتي هكاك باش منها كنسد المسام ومنها كنغذي البشره ديالتي وكنحميها من الهيجان ديالها. هنايا كملت الحمام ديالتي والماسك حتى هو راه هو على وجهي مع واحد البابوند باش التهدئه ديال الاعصاب. نتمنى بان الروتين الاسبوع ديالتي انه يعجبكم خفيف ظريف ويفيدكم، ونتمنى بانكم تطبقوه. الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله تعالى.